أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إذ قال يوسف لأبيه، أي اذكر يا رسولنا والمبلغ عنا، اذكر إذ قال يوسف لأبيه وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ويلقب بإسرائيل، اسمه يعقوب ويلقب بإسرائيل. اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، والأصل يا أبي فحذفت الياء واستبدلت بالتاء ولا يجوز الجمع بينهما، فلا تقل يا أبتي فقل يا أبتي أو يا أبت أو يا أبت، أما أن تجمع بين الياء والتاء ما ينبغي، إما قل يا أبي أو يا أبتي. يا أبتي ناداه ليلفت نظره إليه ليصغي إليه ليعلمه ما يلي: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والرؤيا هنا رؤيا منامية، والكلام على الرؤى المنامية كثير، وأحسن ما أفيدكم به أن الرؤى ثلاثة: رؤيا من أهاويل الشيطان ليحزن المؤمن، رؤيا من تهاويل الشيطان ليحزن المؤمن ويكربه، وهذا هم الشيطان. رؤيا ثانية ما اهتم به الإنسان في يقظته في يومه يراه في منامه، الشؤون الأمور التي يهتم بها طول نهاره إذا نام تعرض عليه يراها. ورؤية الثالثة من الرحمن عز وجل، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وتعبير الرؤى سئل مالك عنه فقال سئل مالك عمن يعبر الرؤى ويقول فيها بدون علم، فقال فالرد على من سأل: أبي النبوة تلعب يا فلان. ومعنى هذا ما كل أحد يعبر رؤيا ويفسرها، بل لهذا أفراد خصوصيون يوجدون هنا وهناك. وقد ظهر في الأمة في السلف الصالح الحسن البصري يعبر الرؤى،
والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الصبح ويقول: من رأى منكم رؤيا فليقصها ويعبرها له. والذي يرى رؤيا كيف يسلك؟ إن كان فيها خير وانشراح صدر وطيب نفس له أن يقصها على من يحب من إخوانه، وإن كان فيها مكروه لا يعبرها ولا يقصها حتى لا تقع. فقد قالوا: الرؤيا على رجل طائر، متى عبرتها وقعت، خلها إذن. وهنا لمن رأى رؤيا أساءته يستعيذ بالله عز وجل، ينفث عن يساره ويقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات، ولا يعبرها ولا يعرضها عن أحد. ينفث عن يساره بعدما يستيقظ من نومه: أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. ممكن نحفظ هذه الجملة: أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. إن شاء الله لا تضره ما دام لجأ إلى الله في صدق واستعاذ بجنابه، فإن الله يحفظه منها ولا تضره. فهذا يوسف الكريم ابن الكريم والصديق ابن الصديق يرى رؤيا فيقول لوالده يعقوب عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي رأى ذلك في المنام. أما 11 كوكب فهم إخوته، لأن أولاد يعقوب 12 ولدا، 11 هؤلاء أبوهم يعقوب وأمهاتهم تختلف، وبنيامين ويوسف أمهما راحل واحدة، إخوة يوسف 11 وهو 12. من هو الذي من أمه؟ بنيامين، والباقون أمهاتهم غير أمهاتهم، 12. فقال 11 كوكبا، يعني إخوته 11، هو ما يدخل في هذا لأنه صاحب الرؤيا. 11 كوكبا، والكوكب معروف في السماء منير مشرق، والشمس والقمر رآهما، والكل ساجدين على الأرض ساجدين ليوسف، وهو غلام في 12 وأقل. رؤيا عجب. تمضي 40 سنة وتتمثل على واقعها بعد تلك الأحداث. الجسام والابتلاءات العظام، يجمع الله شمل يوسف بأبويه وإخوته ويسجد الكل ليوسف. ثم لما خروا له ساجدين قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. متى قال هذا؟ لما جلس على أريكة الملك وحكم الديار المصرية، وجمع الله شمله وسجد له أبواه وإخوته، تاقت نفسه إلى الملكوت الأعلى، فرغنا من الدنيا الآن. وستمر بنا أحداث عاناها معاناة قل من يصبر على ذلك ويستطيعها. عجب هذه الصورة، فهي تشهد أن محمدا رسول الله، والله إن محمدا رسول الله، كيف لا يكون رسول الله وهذا الوحي الإلهي ينزل عليه، وهذه الصورة العجب العظيمة بكل أحداثها، وهو لا يقرأ ولا يكتب،
وما استطاع اليهود أن يردوا مسألة واحدة من هذه القضايا بالمئات. فقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله الذي أنزل هذا الكتاب على هذا الرسول، فلا إله إلا هو ومحمد رسول الله. السجود لله رب العالمين، فلا يحل لأحد أن يسجد لأحد، لا لأمك ولا لأبيك. والرسول يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا سجود إلا لله. والسجود ليس معناه دائما وضع الجبهة والأنف على الأرض، بل الانحناء والانكسار. العرب تقول سجد البعير، بارك على ركبته، لأنه وضع جبهته على الأرض. فلهذا سجود الشمس والقمر والكواكب ليس معناه وضعوا جباههم، أي خروا ساجدين بين يديه. مرة ثانية أحذر الأبناء أن يسجد أحد لأحد، حتى إذا رأينا بعض العساكر يسجدون لرؤسائهم ما نسجد أبدا. ومن اللطائف التي أنعم الله بها علينا، وفقنا الله عز وجل، الجندي عندنا يعمل هكذا بحزم، قلنا أضيف إليها السلام عليكم، أما بدون سلام هكذا هذا زي الكافرين. واستجاب الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله وأطال عمره، وأصدر أمره لرجاله لا يسلم جندي على رئيس ولا جندي إلا السلام عليكم، تحية الإسلام. أما تحية الانحناء والانكسار لا لا، يوجد في بعض البلاد، ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذن بما أجاب يعقوب ولده؟ قال يا بني، أي يا ولدي، وبني تصغير ابن، قال يا ابني أي يا ولدي، لكن من باب التدليل والإكرام وإظهار الحب والعاطفة صغر وقال يا بني يا محبوب. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص هذه الرؤيا التي رأيتها أبدا على إخوتك، لا بنيامين ولا غير بنيامين، وذلك لفقه يعقوب، وكيف لا وهو رسول الله، لعلمه ومعرفته أنه لو قصها لتدخل الشيطان في قلوب إخوانه وكادوا ومكروا به، يحملهم عن ذلك الحسد، والشيطان هو الذي يزين لهم هذا. ما زين لحواء الأكل من الشجر آدم فأخرجهما من الجنة؟ إذا من باب رعاية الابن والمحافظة عليه وأنه ولده وثمرة فؤاده، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تقص حادثة بعد حادثة تراها، لا تقصص رؤياك. الرؤيا بالألف غير رؤيتي بالتاء، رآه يراه رؤية بالتاء بالعين، ورآه يراه رؤيا بالقلب بالألف لا بالياء لا بالتاء، فرق بين رؤيتي بالعين ورؤيا بالقلب في المنام. لا تقصص رؤياك على إخوتك، كم إخوته؟ 11 أخا، منهم شقيق بنيامين أمهما واحدة، والباقون أمهم غيرهم. والعجب، كل هؤلاء الإخوة سيصبحون أنبياء يعبدون الله ويدعون إلى عبادته،
عجائب القضاء والقضاء في هذه الصورة العجب. لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، كاد له إذا مكر به إذا دبر له كيف يؤذيه بكلمة أو بعصا، فيكيد لك كيدا، أي إن أنت قصصت عليهم وتعجبوا منها واندهشوا كيف يرى أبانا وأمنا ويرانا ساجدين له، هذا سيكون ذو شان كذا كذا، ويزين الشيطان يقول هيا دبروا له وأبعدوه، وقد فعلوا. فصدق يعقوب فيما قال، فيكيد لك كيدا، وعلل لذلك بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي ظاهر العداوة بينها لا يشك في هذا إنسان، وحسبنا أن أخرج أبوينا من دار السلام، زين لهما الأكل من الشجرة فأكلا فلم يصبح أهلا لدار السلام فأخرج منها، وهو ما زال إلى الآن يعمل ليل نهار بجيشه وذرية وجنوده على إفساد بني آدم رجالا ونساء حتى لا ينجو أحد ولا يدخل الجنة أحد. أما قال وجها لوجه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث، وهكذا كما رآك هذه الرؤيا وفيها العجب يجتبيك ويصطفيك وينتقيك ويجعلك من أهل الوحي والنبوة والكتاب والرسالة، ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك، قالت العلماء بالنبوة والرسالة. وكذلك يجتبيك أي يصطفيك وينتخبك ويختارك، هكذا كما أراك الرؤية في المنام، ويعلمك من تأويل الحديث، فأصبح يعبر أو لا يخطئ أبدا في تعبير الرؤى. وسيأتي رؤيا أصحاب السجن كانوا معه رفاق في السجن فعبر بها فكانت كما عبر، وعبر لملك مصر فكانت كما عبر. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وهي بالرسالة والنبوة، وعلى كما أتمها على أبويك من قبل. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، عرفنا تأويل الأحاديث يفسر الرؤى ويعبرها فتكون كما كان كما سيأتينا في الصورة، ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة والملك والسيادة والسلطان والطهر والصفاء. وعلى آل يعقوب كلهم إخوته أصبحوا أنبياء وملوكا ورؤساء، مثل ما أتم على أبويك من قبل. من أبواه؟ إسحاق أبوه الحق، وإبراهيم جده، أبواه أبوه وجده، أبوه هو إسحاق بن إبراهيم وجده هو إبراهيم عليهم السلام. كما أتمه على أبويك من قبل، أما نبأهم أما أرسلهم أما فضلهم، كل الكمالات أغدقها عليهم، وذلك لأن ربك عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم في تصريفه وتصرفه، يضع الخير حيث أهله ويضع الشر حيث أهله، يعطي ويمنع لعلم وحكمة لأنه عليم حكيم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات قوله تعالى إذ قال يوسف، هذا بداية القصص، أي أذكر أيها الرسول إذ قال يوسف بن يعقوب لأبيه يعقوب يا أبتي، أي يا أبي، إني رأيت أحد عشر كوكبا،
أي من كواكب السماء، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي نزلوا من السماء وسجدوا له تحية وتعظيما. وسيظهر تأويل هذه الرؤيا بعد 40 سنة، حيث يجمع الله شمله بأبويه وإخوته 11، ويسجد الكل له تحية وتعظيما. وقوله تعالى: إذ قال يا بني، أي قال يعقوب لولده يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك وهم إخوة له من أبيه دون أمه، فيكيدوا لك كيدا، أي يحملهم الحسد على أن يكيدوك بما يضرك بطاعتهم للشيطان حين يغريهم ويحرشهم بك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ أخرج آدم وحواء من الجنة بتزيينه لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها، زينا وحسنا. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه من كلماته. وقوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك، وكما أراك ربك الكواكب والشمس والقمر ساجدين لك، يجتبيك أن يصطفيك له لتكون من عباده المخلصين. وقوله: ويعلمك، من تأويل الأحاديث، أي ويعلمك معرفة ما يؤول إليه أحاديث الناس ورؤياهم المنامية، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أي أولاده 12، كما أتمه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إسحاق جد يوسف الأدنى، إسحاق جد يوسف الأدنى، وإبراهيم جده الأعلى، حيث أنعم عليهما بإنعامات كبيرة أعظمها النبوة والرسالة. وقوله تعالى: إن ربك عليم، أي بخلقه، حكيم، أي في تدبيره، فيضع كل شيء في موضعه، فيكرم من هو أهل للإكرام، ويحرم من هو أهل للحرمان، لعلمه وحكمته. إن شاء الله فهمتم الآيات، زادكم الله فهما. مع الهداية، قال من هداية الآيات: أولا، ثبوت الرؤيا شرعا ومشروعية تعبيرها، ثبوت الرؤيا شرعا وإلا لا، ومشروعية وجواز تعبيرها. من أين أخذنا هذا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. وقد فسرنا وقلنا الرؤى 3: رؤى حلم الشيطان، فتنة، ورؤى أحداث الإنسان في يوم، ورؤى من الرحمن عز وجل، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال مالك: أبي النبوة يلعب، يعني ما يجوز لإنسان يعبر بدون علم ولا بصيرة، لأنه كالوحي، كيف يلعب به؟ ثانيا، قد تتأخر الرؤيا فلا يظهر مصداقها إلا بعد السنين العديدة. قد ترى الليل رؤيا ولا يظهر تعبيره إلا بعد 20 سنة أو 10 أو أقل أو أكثر، لأن رؤيا يوسف هذه متى ظهرت؟ بعد 40 سنة، لما خروا ساجدين بين يديه في مصر، أحداث 40 سنة. قد تتأخر الرؤيا فلا يظهر مصداقها إلا بعد السنين العديدة. ثالثا، مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور الهامة،
من أين أخذنا هذا؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك، من باب الحذر ولا لا؟ والاحتياط، خشية أن يقص عليهم القصة يطيشون ويأخذون يمكرون به. إذن مشروعية الحذر في الحياة كلها والأخذ بالحيطة في الأمور الهامة، أما في التوافه لا قيمة له، أمر هام يجب أن تكون حذرا محتاطا فيه، وهذا شأن المؤمنين العالمين العارفين. رابعا بيان إفضال الله على آل إبراهيم بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء وأبناء وإخوانا وأحفادا، هذا إنعام وإلا لا؟ جعلهم أنبياء آباء وأبناء وأحفاد، كلهم أنبياء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فسألوه من فضله يعطيكم، إياكم ويحرمكم الشيطان من الدعاء، ادعوا الله واسألوه فإنه يهب ما يشاء لمن يشاء. اللهم هبنا رحمتك ولطفك وإحسانك.